أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين صدق الله العظيم.